ومن شرق اوكرانيا الى جنوبها المحتل حيث بدات المرحله الاولى من بناء جسر للسكك الحديديه في مضيق كيرتش سلطات القرم المحتل حظرت حركه الشحن في المضيق لمده ثلاثه ايام بسبب اعمال البناء واعتبرت وزاره الاراضي المحتله في اوكرانيا ان هذه القيود تتعارض مع اتفاقيه قانون البحار التي اقرتها الامم المتحده الجسر الذي شيدته روسيا سيمنع وصول السفن الى موانئ بحر ازوف الاوكرانيه في المستقبل وسيعرقل مرور 114 سفينه الى ميناء مدينه ماريوبول اي ما يعادل 23% من عدد السفن التي وصلت الى الميناء في العام الماضي روسيا تخرق في هذه الحاله كل المعاهدات الدوليه بدءا من ميثاق الامم المتحده وانتهاء باتفاقيه قانون البحار هذا الموقف الروسي لا يحمل اي جديد برايي لان فيه نهج بلد معتد لا يابه بالقوانين الدوليه اظن انه اولا وقبل كل شيء علينا زياده الضغط على روسيا وجمع كل الادله الممكنه ضدها فيما يتعلق بمضيق كيرتش لتقديمها لاحقا الى المحاكم الدوليه